أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالأيد وهو بصير بمغفرة نظر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل أجزيناه في إمام مبين والربل مسلالا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخرجنا بالصالحين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين قالوا إنا تتنكم بكم ولئن لم تنتنوا لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَزَالُكُمْ أَجْرًا لَهُمْ مُهْتَدُونَ وما لي لا أعبد الذين فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دون الله آلهة إن يريد الرحمن بضر إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا أنقذ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون فأدخل الجنة قال يا ليت قومهم يعلمون بما كفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة البل على العباد ما يهديهم من رسول إلى كانوا به يستهزئون ألم ير لكم قبلكم قبلهم من قرون أنهم إليكم لا يرجعون وإن كلهم لن جميع لدينا مغلر وآيات لهم أهل الميتة فأخرجناهم وأخرجنا منها حبا فهم يأكلون أجلنا فيها جنات من نخيل فأعناب فأخرجنا فيها من العين ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
فاستنصر تجلي مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أدا قلم وجون القديم لا يسمو ينبه لها أن تدرك القمر ويل للعشاق النار وكل في فلك يبه إصبح وعاقلناهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبوا وإن صبر نهرفهم فلا سرغ لهم ولا هم ينكدون إلا رغمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم تكو ما بين أيديهم وما خلفهم لهم ترحمون وما يغتيهم من آيات ربهم إذا كانوا عنها مغرلون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعموا من يشاء من لو يخزى الله وأطمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يلرون إلا صيحة واحدة تهجوهم وهم يبصرون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيا في زور فائداهم من أجدا سيرى ربهم ينشرون قالوا يا ليلنا من بغزنا من مركبانا هذا وهذا الرحمن وصدق المرسلون إن كنت إلا شيخة واحدة فائداهم جميع لدينا مهلرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سول فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ثم لهم مائدون سلام قل من رب الرحيم تجري اليوم أيها المجرمون ألم أقض إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تركم تركون هذه الجهنم الذي كنتم توعدون اصلوا لها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نغتيهم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتسكبوا أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا صراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناكم على مكناتهم فما استطاعوا مليا ولا يرجعون ومن ينهره منكزه في الهلك أفلا يأكل مما لم نبلشه وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويقول القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ملكت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وضربناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومزارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم لهم جند مغلرون فلا يحزنك قولهم إنا نغلبهم يزيرون وما يغلبون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو هزيم مبين والرب لنا مثلا نزيه خلقه قال ما يحيي إلهي وهي رحيم قل يوحى الذي أنساها ظلم ذات
فهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من شجر أنهارا فإذا أنتم منه توقدون. خلق الشمس ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخليق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي عليه وسلم.